باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا وصلنا الإصحاح الرابع من سفر الرؤيا. الثلاث إصحاحات الأولى، أول إصحاح بيكلمنا عن مجد ربنا في السماء، والإصحاح الثاني والثالث بيكلمنا عن رسائل الكنائس السبعة. سفر الرؤيا كتب تقريبا سنة 90 ميلادية، كتبه القديس يوحنا الحبيب، كتبه وهو موجود في جزيرة بطمس منفي، كتبه في يوم الحد أو شاف رؤياه في يوم الحد، لأنه يقول أنا كنت في الروح في يوم الرب وسمعت صوت ورائي وابتدى يتحقق من الصوت، فقال أنا شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى رجليه، شافه بيتمشى وسط الكنايس السبعة، شافه بيحمل ملائكة الكنايس في يمينه. فالرؤية اللي شافها ما شافش العرش، لكن كل اللي شافه شاف المسيح اللي ماشي بيتمشى، شاف المسيح ثوبه، شاف الشكل ان يعني مش هو ده اللي اتعود عليه، لان يقول وجهه يضيء اكتر من الشمس في لمعانها، الا ان ده هو ابن الانسان. شاف الرؤية او قال له رسائل الكنايس، وابتدى يسجل لكل ملاك كنيسة الرسالة زي ما قالها له. كان في وعود لكل واحد يغلب، واحد قال له أنا أكتب اسمك على حصى بيضاء، والتاني قال له تاكل من شجرة الحياة، وواحد قال له اللي يغلب يجلس على عرشي كما أنا جلست على عرش أبي لما غلبت. ده كان آخر ملاك اللي هو ملاك كنيسة اللاودوكيين، قال له من يغلب يجلس على عرشي كما أنا غلبت وجلست في عرش أبي. لما كان يوحنا في جزيرة بطمس يقول سمعت صوت ورائي يناديني، الصوت كان جاي من وراء، فالتفت لأنظر. ده التصور اللي ادهولنا يوحنا في الإصحاح الأول عدد 10 من سفر الرؤيا. الإصحاح الرابع يقول لنا إيه؟ الأول نظر والتفت وراه، يقول وبعد هذا نظرت وإذ باب مفتوح في السماء، وبعد هذا نظرت وإذ باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا، وللوقت صرت في الروح، وإذ عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله. مجدا للثالوث القدوس إلهنا. ربنا في معاملته مع القديس يوحنا تدرج معاه. في الأول كلمه على الأرض برؤية في الأرض، كلموا على سبع كنايس، السبع دول موجودين، قال له أفسس، سمرنا، برغامس، سياتيرا، ساردس، فيلادلفيا، لودوكية، كنايس على الأرض،
في آسيا الصغرى وعلى رعاة كنايس موجودين على الأرض. فكل الإعلان اللي أعلنه له على شيء موجود على الأرض نقدر نقول إعلان ربنا. وأول كلام قاله على الكنيسة الحاضرة، الكنيسة المجاهدة، 7 كنايس موجودين على الأرض، ويوحنا لأنه كان الراعي بتاعهم، الأسقف أو رئيس الأساقفة المسؤول عنهم، ولأنه مشغول بيهم يصلي من أجلهم وبيفكر فيهم، قوم ربنا قال له أول حاجة إن أنا أطمنك على الكنايس، فأنا هطمنك على حال كل كنيسة لوحدها. فابتدى ربنا يطمنه على كل كنيسة لوحدها من الكنايس 7. هنا بيوري له حاجة على الأرض، ولما بص للصوت اللي بيكلمه يقول الصوت ده مش غريب علي، والشكل أنا عرفه، فقال ده ابن الإنسان، حاجة هو مألوفة لي. لكن في نفس الوقت هو سقط عند رجليه، يعني برضك بالنسبة لي هي رؤية وإعلان فوق مستوايا البشري. الرؤية دي كانت في جزيرة بطمس على الأرض في الإصحاح الأول. هنا يجي في الإصحاح الرابع ربنا قوم ينقله من رؤية أرضية إلى إعلان سماوي، رؤية في السماء. يبقى الرؤية الأولى حصلت في جزيرة بطمس، وكل الإعلانات عن حاجات في الأرض ورسائل مكتوبة لناس موجودين على الأرض وحال الكنيسة اللي في الأرض والمكافآت للإنسان اللي يغلب هياخد إيه فيما بعد. فكل الدية كانت حاجات هنا على الأرض. بعد كده ربنا يقول له إيه؟ اصعد إلى هنا لأريك ما لابد أن يكون خلاص. الرؤية الأولى دي شيء، والكلام اللي اتقال في الأول الرسائل ده شيء، ودلوقتي هنبتدي مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة ما ينفعش انك انت تعيشها وانت ملتصق بالأرض. طول ما انا عايش في التراب ربنا ما يدينيش الإعلان. فأول شيء طلبه منه ربنا قال له اصعد إلى هنا، اصعد إلى هنا لأريك، أنا اللي حوري لك، بس بعد ما أنت تطلع في المستوى اصعد إلى هنا لكي ما أريك. بعد كده يقول لنا وللوقت صرت في الروح. يبقى كلامه في الإصحاح الأول أن يقول لنا أنا كنت في الروح في يوم الرب، ده مستوى وأخد عليه إعلان. بعد كده في الإصحاح الرابع يكرر العمل تاني، ولكن يقول ارتفعت لفوق وأنا بعد كده وللوقت صرت في الروح، ده مستوى تاني. يبقى لما بيكلمنا في الإصحاح الأول يكلمنا عن مستوى وإعلان، والإصحاح الرابع مستوى تاني وإعلان تاني. فهنا يقول أنا بقيت في مستوى تاني، أنا حاسس إن أنا في الأول وأنا في الروح، في المرة التانية أنا صرت في الروح لمستوى أعلى. عشان كده ربنا قال لي اصعد إلى هنا لكي ما أريك، يعني في حالة روحية ما أقدرش أقول إن الإنسان يعبر عنها بالجسد إلا اللي بيعيشها بالروح. الحالة الروحية اللي هو عاشها مش ممكن أعبر عليها بكلام بشري ومشاعر بشرية إلا للإنسان اللي عاشها بالروح. بولس الرسول عاش حالة مشابهة، فلما بولس الرسول حب يعبر لينا قوم يقول لينا سواء في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم.
إن أنا اتخذت وطلعت للسماء، لكن سواء في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم. هو في حالة روحية لا يعبر عنها بالكلام البشري أو من خلال الجسد، لأن هو مستوى روحي عالي جدا يعلو عن مستوى الكلام البشري أو الكلام، وإحنا ملتصقين بالأرض. لذلك يقول أنا كنت في مستوى تاني. لكن لأن يوحنا إنسان متواضع، يوحنا المعروف عنه أنه متواضع بينكر ذاته، وما يجي يتكلم عن مين اللي اشتغل يقول من الشيخ إلى غايز، ما يقولش اسمه. ولما يذكر اسمه في إنجيل يوحنا يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه، ما يقولش اسمه. إنسان بينكر اسمه، ما بيحطش اسمه. فهنا القديس يوحنا لأنه طبيعته كده قم يجي بعدها على طول كمتواضع، ما كملش انه صعد للسماء، ما قالش، لكن قال بس اطلع لفوق لكي ما اريك، ما قالش انا طلعت. دخل على طول في الكلام يقول وبعد هذا. بعد هذا يعني ايه؟ بعد اللي حصل بقى. هو قال لي اصعد الى هنا وحتى كده، وبعد هذا، بعد ما قال لي اصعد، بعد ما انا صعدت، بعد ما وصلت في المستوى ده، قم يجي يقول وبعد هذا ايه اللي حصل؟ رأيت واذ باب مفتوح في السماء. وبعد هذا رأيت واذ باب مفتوح في السماء. بعد هذا ممكن تعني ان بعد ما ربنا عرفني برسائل الكنائس السبعة، بعد هذا دخلت في رؤية جديدة. ممكن بعد هذا، بعد ان انا طلعت للسماء، ممكن بعد هذا تعني ان بعد صوت التأديب، ان ربنا كل ملاك كنيسة يقول له توب، ارجع لمحبتك الاولى، ارجع لأعمالك الاولى. عندك ناس بيتمسكوا بتعاليم انا ابغضها، وبعد الكلام ده كله اللي فيه تأديب قولي وبعد هذا انا صرت في الروح. يعني بعد التأديب ربنا يمتعنا بالسماء. تقول كل تأديب ايه؟ يقول بولس الرسول كل تأديب للمنفعة، فأي ابن لا يؤدبه ابوه. بعد ما يؤدب قوم ربنا يدينا الاعلان، لكن لازم الاول التأديب وبعد ذلك الاعلان. يسمح بالدقيقة وبعد الدقيقة يكون الفرح والاعلانات. يسمح بجزيرة بطمس ومن خلال جزيرة بطمس يقول رأيت بابا مفتوحا في السماء. طب لو ما كانش يوحنا راح جزيرة بطمس كان شاف الباب؟ ما اعتقدش. ده الباب ده مرتبط بالدقيقة، الباب مرتبط بالألم والاعلان. بولس الرسول طلع للسماء، تقول له انت طلعت امتى للسماء؟ يقول لك انا كنت في الروح. ربما بولس الرسول طلع للسماء وهو بيعاني من المرض والالم، في عمق الالم، ولما بيصرخ لربنا يقول له ارفع عني الالم. ربما طلع للسماء في وقت ما ضربوه وتركوه ظانين انه قد مات، افتكر انه مات، سووه ومشيوا، فجم التلاميذ لقوا في نفس فابتدوا يعالجوه ورجعوه من تاني. فربما اللحظة دي هي اللي بولس الرسول شاف الإعلان، زي ما استفانوس تقول له انت شفت السماء المفتوحة امتى؟ وقت ما كان عظمه بيتكسر، وقت ما نازل عليه الطوب وبيكسره في عظمه كان شايف السماء مفتوحة. فهنا يقول وبعد هذا، دي تورينا ان في حاجة حصلت وبعدها رأيت بابا مفتوحا في السماء. اخر عبارة ربنا قالها في رسالته لكنيسة اللاودوكيين يقول له ايه؟ انا واقف على الباب
أقرع، إن فتحت لي أدخل وأتعشى معاك وإنت معاي. وختم كلامه مع ملائكة الكنائس السبعة. وأول ما نفتح الإصحاح اللي بعده، ده ملائكة الكنائس الأرض وربنا بيخبط وبيقول له انفتحت هدخل واتعشى معاك. نقلنا من الأرض للسماء، أول ما نقلنا يوحنا يقول إيه؟ وإذا باب مفتوح السماء. إحنا أحيانا ما بنقفل على الأرض، ولكن ربنا بابه إيه؟ مفتوح. هنا باب مقفول ويقول لك افتح، لكن فوق يوحنا يقول رأيت بابا مفتوح. وممكن ان الانسان اللي بيستجيب لربنا ويفتح، قوم ربنا بيفتح له باب في السماء، يقول له انت قبلتني، تعال عشان اوريك الاعلانات اللي موجودة عندي في السماء. ومش هشوف الاعلانات الا ان انا فتحت الباب لربنا وقبلت ربنا ان يجي ويعيش معايا. بعد كده يقول ايه؟ واذا باب مفتوح في السماء. طبعا احنا اما نفتش الانجيل ونشوف كم مره اتفتح الباب في السماء، يقولولنا مرتين، مره وقت عماد المسيح ومره وقت رجم استفانوس. عماد المسيح ده قصته ايه؟ قصته عمق الاتضاع، ان الاله ينزل ويقول ليوحنا حط ايدك عليا وعمدني، يقول له يعني ما يجس ده، انا جاي مفروض اتعمد منك. فقول له هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر. ومالسما تتفتح، يبقى اتفتحت للاتضاع، عمق الاتضاع. تاني موقف هو الاضطهاد او الالم او الضيق، يبقى الحاجتين دول بيفتحوا السما. الاتضاع عشان كده يقول لنا القداس الساكن في الاعالي والناظر الى المتواضعات. ربنا عينيه من السماء تخترق وتبص لمين؟ للناس المتواضعين. هو ده اللي يفرح ربنا. يقول لنا الكتاب القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. عشان كده القديسين اللي عاشوا بالتواضع ربنا يقول انا ائتمنهم على مفاتيح السماء. واحد زي ابونا الانبا ابراهام، تجي له واحده تقول له انا ما بخلفش، يقول لها روحي هتجيبي ولد. والبابا كرولوس تجي له واحده تقول له ما بخلفش، يقول لها روحي هتجيبي مينا. ايه ده؟ اؤتمنوا على مفاتيح السماء. ده الناس المتواضعين ربنا يأتمنهم على الابديه. عشان كده القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. الناس المتواضعين يفتحوا السماء. يكمل الكلام يقول لنا ايه؟ والصوت الاول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا. ايه الصوت الاول؟ الصوت الاول اللي سمعه في الاصحاح الاول، الصوت الاول اللي بيقول التفت ورائي، هو ده الصوت الاول. فبيقول الصوت الاول الذي سمعته كبوق، يعني واضح ان الصوت كان مسموع جدا، صوت في منتهى القوة. فيقول الصوت الاول الذي سمعته كبوق. ممكن الصوت الاول ده تعني الصوت الاول بتاع العهد القديم، الصوت الاول بتاع الانبياء، صوت ربنا في سفر التكوين، صوت ربنا اللي قال كن فيكون، هو ده الصوت الاول. قوم ربنا بتاع العهد القديم، هو بتاع العهد الجديد، هو بتاع الابديه اللي هنتقابل معاه في السماء. قوم يقول لنا الصوت الاول الذي سمعته ما تغيرش، هو ده صوت ربنا، هو ده الصوت الاول اللي سمعه يوحنا وهو على الارض وهو عايش مع المسيح، وسمعه يوحنا في جزيرة بطمس. هو دلوقتي الصوت اللي سمعه ساعة ما طلع عنده في السماء، فهو ده الصوت المألوف ليه قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. اصعد إلى هنا
لأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. دايما يا أحبائي مكافأة ربنا لأولاده أنه يديهم مجد في السماء. ربنا ما يحب يكافئ واحد يقوله تعالى عندي. أنت ما تحب واحد أول حاجة تقولها تقول أما أعزمه في بيتي. أعزمه في بيتي، فلان ده أنا حابب أضيفه في بيتي. ولما ترجع البيت تتكلم مع اللي في البيت تقول لهم فلان أنا عايز أعزمه عندي. ربنا كده يا أحبائي. ربنا ما يكافئ إنسان على الأرض قوم ياخده يفرجه على مجد السماء. عشان كده ربنا بيكافئ يوحنا المتألم من أجله، يوحنا اللي تعبان من أجل كنيسته، يوحنا اللي قاعد يفكر في الكنايس السبعة اللي تحت إشراف، يوحنا اللي متغرب يقول من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. إيه المكافأة اللي تديها له يا رب؟ يقول له تعالى عندي، تعالى لكي ما أريك ما لابد أن يصير بعد هذا. كتير أحبائي ما إحنا بنستغرب الضيقات ونقول الضيقات دي إيه لازمتها والألم اللي بنعيشه ده ليه؟ قوم ربنا يقول كده إنك ستفهم فيما بعد. أنت ما تعرفش دلوقتي، ستفهم فيما بعد. كتير من الآلام اللي بنتعرض ليها على الأرض والضيقات اللي بنعيشها على الأرض ترجمتها وتفسيرها هيكون في السماء، ومش هنلاقوا لها تفسير على الأرض. إحنا كتير ما نتسائل ونقول ليه ربنا سامح بالألم اللي أنا فيه. واحدة جوزها يبقى متعب جدا وقاعدة تعبانة تعبانة حياتها كلها وتقول ليه؟ ما فيش تفسير على الأرض، التفسير في السماء. ما فيش تفسير نقدر نفسره هنا. ربنا يقول لكنك ستعرف فيما بعد أنه بضيقات كثيرة نرس ملكوت الله. الألم اللي بنعيشه على الأرض يتحول إلى مجد في السماء. أم يوحنا اللي تعبان، يوحنا اللي متألم، ربنا يقول له شوية الألم اللي انت داخلهم تعالى وريك المجد اللي في السماء. ينسى يوحنا الألم وينسى التعب ومفيش في ذهنه إلا مجد السماء. عشان كده هنا ربنا يورينا إن يوحنا اللي أخده قال له اطلع اتفرج معايا. انت تعبان؟ اه تعبان. انت منفي؟ مش اي منفي، ده يوحنا اللي منفي في جزيرة اللي موجودين فيها قطاع الطرق والحرامية. مين بيحكم عليه بالنفي؟ الناس الجرائم الكبيرة. عاش يوحنا في وسط الناس دول، شوف الألم اللي كان فيه كل يوم. وفي وسط الألم والتعب ده كله اللي عايشه يوحنا، ربنا يقول له تعال عندي لكي ما أريك ما لابد أن يكون بعد هذا. اصعد إلى هنا. الحقيقة يوحنا ربنا وراله جزء من المجد على الأرض وهو عاش مجد على الأرض، وبعدين أخده يكمل معاه في السماء. عايز أقول إن السماء هي تكملة للأرض. اللي ما بيعينش مجد ربنا في الأرض لن يعاين مجد ربنا في السماء. صدقوني هي دي الحقيقة. اللي فاكر إن أنا أعيش هنا على الأرض زي ما أنا عايز وفي السماء هعيش في مجد يبقى غلطان. اللي هيعيش في مجد في السماء هو اللي عين المجد هنا على الأرض. عشان كده الرؤية بدأت هنا وكملت فوق. حكمة ربنا إن على الأرض التفت وسمع الصوت واتكلم، ولما طلع السماء كانت تكملة. يقول وبعد هذا، بعد ما شفت هنا طالع تكمل فوق. لكن رحلة الأبدية بتبدأ من على الأرض، ما ببتديش السماء
لما بأطلع السماء. أو إنسان يظن إن أنا في آخر لحظة في حياتي هتوب، ولما توب هدخل السماء. طب هل هيكون عندك استعداد التوبة في آخر لحظة في حياتك؟ وهل في آخر لحظة في حياتك هتتوب التوبة اللي فيها اشتياقات للأبدية؟ وهل هتعاين حاجة من مجد السماء وانت على الأرض؟ بنبقوا مفصولين. الإنسان اللي بالشكل ده مفصول عن السماء، صعب ان هو يعيش السماء. عشرة ربنا بتكون من هنا. عشان كده داود يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. تقول له يا داود انت دقته فوق، يقول لك انا ايه؟ دقته هنا، دقته هنا. اللي عايز يدوق ربنا بيدوقه هنا. وقت لما حزقيال شاف رؤياه في الإصحاح الأول، يقول أنا كنت على نهر خابور في بابل، وكان مضطهد ومنفي، وشاف حاجة زي اللي شافها يوحنا في وسط الضيقة والألم. يقول شفت عرش ربنا، وشفت السيد جالس على العرش، وشفت أزياله تملأ الهيكل، وشفت المية اللي شافها يوحنا، والنهر العظيم اللي بيطلع من تحت الكرسي ويوصل لحد بره ويعدي من تحت عتبة الباب. شاف المجد ده كله. وكان ايه حزقيال؟ كان منفي، كان منفي على النهر، كان متألم، نبي وتعبان. وواحد تاني زي أشعياء لما مات عزية الملك، وكان أشعياء زعلان قوي، يقول له احنا خلاص فقدنا رجانا. ليقول لربنا ده احنا كنا حاطين عليه كل الامل ان ده اللي هيصلح اسرائيل، ده كان ملك كويس. فربنا رد عليه قال له ان كان عزية قد مات فانا لا اموت. وفي وقت الالم والضيق ده يقول لنا ان وقف اشعياء علشان يشوف رؤية من اجمل الرؤى. يقول رأيت السيد وشفته في الهيكل، وشاف السرافيم، وشاف حاجات ما كتبهاش يوحنا في سفر الرؤيا، رآها أشعياء قبل كده بزمان كبير. شاف ده كله امتى؟ برضك في وقت الضيق. بس أنا عايز أقول عين المجد على الأرض، ويكمل معاينة المجد فين؟ السماء. يا بخته اللي يعيش المجد هنا علشان يكمل بعد كده مع ربنا في السماء. يكمل كلامه القديس يوحنا ويقول وللوقت صرت في الروح. احنا قلنا زي كنت في الروح اللي في الإصحاح الأول، ولكن هنا في ارتفاع لمستوى أعلى، مستوى عالي جدا من الناحية الروحية. الإنسان اللي بيعلو في المستوى الروحي ما بيحسش بالجسد، الجسد ما بيشكلش ثقل عليه. الكلام ده كنا بنشوفه في وسط القديسين. أما نلاقي قديس يستنى يصلي بالساعات الطويلة وبدون ما يحس بالتعب. يعني الأنبا شنودة كان عنده 12 سنة وكان يصلي من وقت الغروب لوقت الغروب تاني يوم لوقت الشروق، يعني من بالليل لحد تاني يوم اما الشمس تيجي في وشه، كانش يتعب. والأنبا بشوي اللي كان يربط شعره، والأنبا غسانيوس، فدول كانوا ازاي بيصمدوا الساعات الطويلة ان هم يقفوا قدام ربنا؟ الجسد ما كانش بيشكل عبء عليهم، لأن الإنسان في اللحظات دي بيحيا في مستوى روحي عالي، فالجسد ما بنحسش بتقله. وإذا عرش موضوع في السماء، في رؤية واحد احنا قلنا ما قلناش حاجة عن العرش، كل اللي قاله لنا ان كان ابن الإنسان بيتمشى. لكن هنا في رؤية أربعة يوصف لينا عرش ربنا وصف دقيق. عرش ربنا اللي في السماء اللي كلنا هنشوفه، معلمنا يوحنا يوصفه لنا
بوصف في منتهى الدقة. احنا عايشين في الكنيسة، الكنيسة نقول عليها زي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي فم، الكنيسة هي أيقونة السماء على الأرض. يعني لما احط صورة قديس اقول دي أيقونة العدرا، أيقونة الأب أبراهام، أيقونة ميرجرجس، يعني صورة ميرجرجس. الكنيسة ككل هي صورة السماء على الأرض، صورة الملكوت. فأنا لما بشوف المذبح في مذبح في السماء، ولما بشوف حضن الآب في حضن آب في السماء. المسيح الجالس على العرش جالس في حضنه الأبوي. أما شوف الذبيحة يقول على المذبح خروف قائم كأنه مذبوح. أما اسمع الشمامسة والكنيسة بتصلي أجيوس أجيوس، ده صوت السماء يقول لك يسبحون قائلين قدوس قدوس. نفس الكلام ال 24 قسيس يقولوا مستحق، أبونا يقول أكسيوس مستحق. إيه ده؟ ما هي الكنيسة أيقونة السماء على الأرض. كل حاجة ما نقول اللي في السماء هو هنا في الكنيسة على الأرض. نفس الكلام اللي رآه أشعياء وقلنا عليه، لكن هنا يقول لنا صرت في الروح وإذ عرش موضوع في السماء. نفس الكلام اللي شافه أشعياء واللي قال لنا رأيت السيد جالسا على عرش مرتفع، وده نفس الكلام اللي قاله ربنا في رسالة كنيسة اللاودوكيين. يجي بعد كده يقول وعلى العرش جالس ويقف. اللي يرجع منكم لسفر الرؤيا ده نهاية باروغراف، يقول وعلى العرش جالس ويسكت، نقطة. ايه ده؟ يوحنا لما شاف العرش وشاف اللي جالس على العرش جات له حالة ذهول، سكت ما تكلمش بعدها، لأن معروف في الكتاب يقول لنا الله نور وساكن في النور، والنور ده لا يدنى منه. أول ما يوحنا اقترب حس ان هو في موقف مش قادر يعبر عنه. ده الكتاب يقول لا يراني إنسان ويعيش. أنا وقفت قدام الذي لا يراه إنسان ويعيش، ما قدرش. فقال وعلى العرش جالس. الجالس ده الذي لا يرى إنسان ويعيش، الجالس ده هو اللي ساكن في نور لا يدنى منه. وأنا قربت، فيوحنا أول ما شاف الكلام ده يقول لنا وعلى العرش جالس وسكت القديس يوحنا. من اللحظة دي يبتدي يوحنا يعبر لنا بالرموز والإشارات، فيش كلام يقولهن. كل حاجة في السفر هي عبارة عن رموز وإشارات، لأنه شعر إن هو حاجة فوق مستوى إن يعبر عليها بالكلمات البشرية. هو دخل شاف باب قال لنا ده باب، شاف عرش قال شفت العرش، جاي يشوف على العرش قال على العرش جالس. وأبتدي بقى أوضح من خلال الرموز والإشارات. ده المكان اللي قال عليه ربنا لآخر ملاك، قال من يغلب يجلس معي في عرش. العرش ده اللي شافه يوحنا اللي ربنا قال عليه ان هنجلس معاه فيه. في الوصف اللي هيوصفه القديس يوحنا هنلاقي ست حاجات، ست اشياء في الاصحاح ده في وصف عرش ربنا. أول حاجة هيقول لنا شاف إيه على العرش، تاني حاجة هيقول ماذا رأى حول العرش، تالت حاجة هيقول إيه اللي بيخرج من العرش بتاع ربنا، رابع حاجة إيه اللي قدام العرش.
بعد كده هيقول ماذا رأيت أمام العرش، وآخر حاجة يقول اللي شافه في وسط العرش. ست حاجات القديس يوحنا هيقولهم لنا. أول حاجة يقول وعلى العرش جالس. إيه اللي جالس على العرش؟ يقول وكان جالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق. قال لنا وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق. حجر اليشب من الأحجار الغالية جدا، محدش مننا اعتقد شافه، حجر غالي جدا، والحجر ده شفاف ولونه يميل للخضرة، حجر شفاف نقي جدا ويميل للون الأخضر. الآباء قالوا اللون الأخضر الفاتح ده رمز للرحمة، اللون الأخضر الفاتح رمز للرحمة. يقول على العرش جالس، والجالس ده اللي هو لونه بيقول اللون الأخضر الشفاف الفاتح، رمز للرحمة ورمز للنقاء. تاني حاجة يقول في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق. العقيق برضك حجر غالي لكن لونه أحمر، واللون الأحمر ده علامة للدم. اللون الأحضر الأحمر ده الآباء ترجموه إنه رمز للعدل، عدل ربنا. فهنا يقول لنا لون أحمر، عدل ربنا اللي بيه فدى الإنسان، اللي بيه ربنا دفع ثمن الخطية، اللي بيه ما كانش ممكن إن يعمل اللون الأخضر بس قم يقول صفحت عن الإنسان، لأن كرسي ربنا في اللونين. عشان كده نقول الرحمة والحق تقابل الاتنين سوا. إذا ربنا رحم الإنسان يبقى لون واحد، وإذا ربنا حاسب الإنسان يبقى لون تاني، لكن الاتنين لازم يكونوا سوا. لذلك الاتنين التقوا عند الصليب، رحمة ربنا اللي فادت الإنسان، وعدل ربنا اللي مات من أجل الإنسان. وبعد كده يكمل الكلام وقوس قزح. قلنا أول لون اليشب أخضر رمز للرحمة والنقاء، قلنا العقيق ده اللون الأحمر ورمز للعدل، والاتنين يتقابلوا في ربنا. لكن يقول لنا وحواليه قوس قزح. قوس القزح ده منظر جميل، لكن أول ما تقابلنا معاه كان في سفر التكوين في قصة نوح. أول ما نوح قدم ذبيحة لربنا يقول تنسم منها ربنا رائحة الرضا، وقال خلاص أنا لا أعود ألعن الأرض مرة أخرى، وإدى علامة عهد قوس قزح. فقوس قزح ده موجود في السماء، علامة العهد بين الإنسان وبين ربنا، هو علامة للحياة وعلامة لرحمة ربنا. الحياة اللي قعدها للأرض تاني، ورحمة ربنا اللي قال أنا مش هلعن الأرض مرة تانية. كان رئيس الكهنة يحط على صدره الاتناشر حجر، فكان الاتناشر حجر دول يمثلوا أسباط إسرائيل الاتناشر، وكان الحجر الأخضر ده يتحط عليه سبت لاوي. طب ليه سبت لاوي على الحجر الأخضر؟ لأن من خلال عمل سبت لاوي، من خلال الكهنوت، لأن سبت لاوي هو سبت الكهنوت، إن تتقدم الذبيحة
ومن خلال الذبيحة ربنا يتنسم رائحة الرضا على الإنسان. فسبت لاوي على الحجر الأخضر، وسبت لاوي هو عمله تقديم الذبيحة اللي منها يتنسم ربنا رائحة الرضا اللي منها يرحم الإنسان. هي ذبيحة الخبز والخمر، سر الإفخارستية اللي بيغفر الخطية ويدينا حياة أبدية، يعني من خلال عمل الكهنوت أو سر التناول. ينتقل بعد كده يقول: وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا أو قسيسا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. ده حول العرش. في مرة من المرات أم ابني زبدي جت للسيد المسيح وقالت له: أنا ليا طلب عندك، قل لابناي أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك. فقال لها: أنت مش عارفة بتطلبي إيه، أنت مش عارفة الطلب بتاعك ده إيه. المسيح أما ملك؟ قالت له: في ملكوتك. الكتاب يقول لنا أن الرب ملك على إيه؟ على خشب. يعني هل أنت تقبلي أن ابنك يكون مجرم عن يميني وابنك التاني مجرم عن شمالي؟ قال لها: ما أنتش عارفة أنت بتطلبي إيه، أنا ملكي على إيه؟ على الخشب، على الصليب. هنا يقول عرش ربنا والمحيطين به عروش ولاده، عرش وحواليه عروش أولاده. فيقول لنا: من حواليه 24 قسيسا. في الأصل اليوناني هي إبريزفيتيروس، وإبريزفيتيروس يعني شفيع. أما بنقول هيتن إبريزفية منها إبريزفيتيروس يعني شفيع. فشفيع هو الكاهن، ففي الترجمات الأصلية هو الكاهن اللي هو القسيس مش الشيخ، لكن في الترجمات التانية بيكتبوها شيخ، لكن هي مفروض ان هي قسيس، زي ما في سفر الأعمال وفي الرسائل بتاعت بولس يقول: اكتب إلى القسوس الذين بينكم. فهو القسوس في الترجمة برضك اليونانية هو إبريزفيتيروس، هي نفس اللي موجودة في سفر الرؤيا، لكن في سفر الرؤيا ترجموها شيخ، وفي الرسائل وفي سفر الأعمال ترجموها قسوس، لكن الرجوع للأصل اليوناني هم واحد. الاثنين إبريزفيتيروس والاثنين ليهم نفس المعنى. فهنا يقول الأربعة وعشرين قسيس حوالين العرش. ليه 24؟ لأن 12 يمثلوا العهد القديم بأصباته، و12 يمثلوا العهد الجديد بتلاميذه. ومما يجتمع الأربعة وعشرين حوالين عرش ربنا في السماء يمثلوا قديسي وأبرار العهد القديم وقديسي وأبرار العهد الجديد، كلهم مجتمعين حوالين العرش بتاع ربنا في السماء. يقول 24 قسيسا، ده الكنيسة بتعيد ليهم في يوم 24 هطور، برضك 24 ولكن في شهر ايه؟ هطور، عيد لل 24 قسيس. جلوس على كراسيهم، تقولي ده جلوس وربنا جنبهم؟ الجلوس هنا جاي بمعنى الاستقرار، جالسين يعني ناس مرتاحين مستقرين، هو ده مكانهم، فهم جالسين على كراسيهم. ويقول لنا الثياب بتاعتهم بيضة، بيلبسوا ثياب ايه؟ بيضة، رمز الايه؟ ان دول انقياء. الاربعة وعشرين قسيس هم ناس انقياء، وعلى رأسهم اكاليل. الإكليل يقول اللي يغلب ياخد
إكليل، يبقى دول غالبين ومنتصرين. اللي قاعدين فوق دول الـ24 غلبوا وانتصروا فأخدوا الأكاليل، أكاليل من ذهب، ذهب لكرامة الكهنوت. المسيح رئيس كهنة أعظم ودول كهنة، فلكرامة الكهنوت، كهنوت عالي قوي، فعشان كده ربنا قال أكاليل من ذهب. عملهم ايه؟ مسكين المجامر وياخدوا فيها صلوات القديسين. لحد دلوقتي كل ما واحد مننا يصلي يجي ملاك ياخد الصلوات ويحطها فين؟ في المجامر، والـ24 قسيس بيرفعوا البخور الذي هو صلوات القديسين امام الحي الى ابد الابدين. يعني عملهم رفع الصلوات اللي بتتجمع من الشعب. عشان كده لحد النهارده كنيستنا أيقونة السماء على الأرض. أبونا يلف بالشرية وأنا أقول الصلوات وأقول اعترافات وكل اللي أنا عايز أقول، وما أبونا ياخد الشرية بعد ما يلف لأنه قسيس، فياخد الصلوات دي ويدخل على المذبح يرفعها أمام الحي إلى أبد الآبدين. كنيسة صورة السماء على الأرض، هو ده اللي احنا بنعيشه في الكنيسة بتاعتنا. نلاقي كل شيء في السماء متطبق هنا على الأرض. قم بالحقيقة نقول كما في السماء كذلك على الأرض. الكنائس لما كانت بتتبني، الكنائس القديمة تتبني على كام عمود؟ 12، وال12 دول 12 عمود، هنا تقريبا 12، 6 و6 بالمستخبيين جوه، هم 12 عمود. وفي النهاية نلاقي المسيح جالس على العرش، هو ده شكل السماء، التلاميذ الـ12 والمسيح في الوسط. هم اللي يدخل الكنيسة يقول لي ده سفر الرؤيا، هي دي السماء اللي مكتوبة في سفر الرؤيا متطبقة على الأرض. أدخل الكنيسة وأعيش في الكنيسة واتحد بالكنيسة واندمج معاها في صلواتها، وتبقى الكنيسة حتة مني ودم بيجري جوايا الكنيسة. وما اطلع السماء الاقي الكنيسة اللي في السماء هي الكنيسة اللي انا عشتها على الارض. البابا كيرلس لما كان في الكنيسة كان يتقابل مع مريمينا وميرجس ويتكلم معاهم ومع الست العذراء، وما يطلع السماء هيقابله. يبقى الكنيسة اللي في السماء هي صورة ايضا للكنيسة اللي على الارض، واللي على الارض هي صورة للكنيسة في السماء. يبقى قلنا أول حاجة، قلنا العرش بتاع ربنا أول كلمة، وكان الجالس على العرش، يبقى على العرش جالس أول شيء. تاني نقطة اتكلمنا عليها، قلنا اللي حول العرش مين؟ 24 قسيسا. تالت حاجة الخارج من العرش، الخارج من العرش، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله. الخارج من العرش بروق، رعود، أصوات. لو نفتكر الكلام اللي بيقوله سفر الرؤيا دلوقتي في الإصحاح الرابع، يروح ذهننا على طول لموسى النبي. لما موسى طلع يقابل ربنا على الجبل إيه اللي حصل؟ بروق ورعود وأصوات. لقاء موسى مع ربنا على الجبل نفس الصورة اللي شايفها دلوقتي يوحنا في سفر الرؤيا، نفس الكلام اللي في سفر الخروج يتكرر تاني في سفر الرؤيا. ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات. ده بيصور لينا حاجة مهمة قوي، ان الوقوف في حضرة ربنا مخيف. عشان كده الكتاب يقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، مخيف.
مخيف لمين؟ للأشرار. في الوقت اللي طالع بروق ورعود وأصوات يجلس على كراسيهم الـ24 مستقرين ومرتاحين ومش تعبانين. يبقى البروق والرعود دي متعبة لناس، وفي ناس تانيين مش متأثرين، هم متعزيين وفرحانين. بعد كده يقول لنا 7 مصابيح، النقطة الرابعة أمام العرش، يقول لنا أمام العرش 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 أرواح الله. دي النقطة الرابعة، 7 مصابيح. 7، يقول 7 أرواح الله. قلنا 7 أرواح يعني عمل روح الله الكامل في الإنسان أو في البشرية أو في الكون أو في الأبدية. روح الله الكامل يعطي فرح ويعطي تعزية ويعطي سلام ويسندنا في الضيق ويسندنا في المرض، هو ده روح ربنا. ويعطي المواهب ويعطي الثمار، هو عمل روح الله الكامل في البشرية، يعمل عملا كاملا. 5 حاجة، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. 5 حاجة، قدام العرش بحر زجاج شبه البلور. بحر زجاج يعني خدوا بالكم، العرش بتاع ربنا حوالين العرش 24 قسيس، بعد منهم بحر زجاج دواير. يعني العرش حواليه دايرة أولى 24 قسيس، دايرة تانية بحر زجاج. بحر الزجاج ده بيعني المؤمنين اللي غلبوا وانتصروا. ويقول بحر الزجاج ده القديسين متمتعين بيه، اللي غلبوا واللي انتصروا موجودين على بحر الزجاج. لكن لما يجي يتكلم في رؤية 15 يقول بحر الزجاج مختلط بالنار، يعني في نار في بحر الزجاج. دي تفكرنا بيوحنا المعمدان لما عمد الناس وقال لهم يأتي بعدي اللي حيعمدكم بروح القدس والنار. فالنار ده علامة على روح ربنا وعلامة على عمل الروح القدس. فالروح القدس والنار، فهنا يقول نهر مختلط فيه نار، فده يقول لك روح ربنا اللي بيعمل واللي عمل واللي وصل الناس دي لفوق. لما حزقيال يتكلم على المية دي يقول المية بتطلع من تحت كرسي ربنا، عرش ربنا. المية اللي تحت طلع من تحت عرش ربنا بتصب عندنا في المعمودية، ومحنا بندخل المعمودية. وما بنتصبغ بالمعمودية المية اللي خدناها دي تكتذبنا عشان نطلع للنهر اللي موجود في السماء، نرجع تاني للنهر. يبقى المية اللي فوق دي بتصب في المعمودية متحدة بالروح القدس، المية اللي متحدة بالنار ونتعمد فيها. وإحنا اللي خدنا المية نسيب الأرض ونطلع تاني نتحد بالنهر أو البحر الزجاجي اللي محيط بالعرش اللي موجود عليه الغالبين. بعد كده يقول لنا وسط العرش اللي هي 6 حاجة، في وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. هم دول أقرب ناس للعرش. أما نرجع نسلسل سلسلة تاني، يبقى أول حاجة جنب العرش الـ4 حيوانات، تاني حاجة 24 قسيس، تالت حاجة بحر زجاج. لأن هنا جاي بيقول لنا في وسط العرش وحول العرش، فنقلنا بعد ما وصلنا بعد بحر الزجاج رجعنا تاني لداخل العرش. فقال لنا حوالين العرش على طول أقرب حد للعرش هم 4 دول اللي بيشيلوا العرش اللي بيحملوه. وبعدين يقول دول قدام وورا وداخل العرش. ليه بيقول كده؟ لأنهم عمالين يلفوا حوالين العرش، بيدوروا
حوالين العرش. يوحنا لما شافهم يقول لنا مليانين عيونا، حيوانات مش يعني أنيمال، لا، حيوان يعني كائن حي، حيوانات يعني كائنات حية ضخمة وليها وجوه وليها عيون وليها أجنحة. فهنا بيقول لنا المعيون، طبعا دي علامة المعرفة، علامة انهم مستنيرين، والعيون دي بيقول من قدام ومن وراء. القديس أوريجانوس يقول عبارة جميلة، يقول الإنسان اللي بيتخاصم مع أخوه ما يدخلش السماء. ليه؟ يقول لك لأن في السماء هنبقى مليانين عيون. فالإنسان اللي على الأرض ما يتخاصم مع واحد يدور له ظهره، يبقى شايفه يدور ظهره عشان ما يجيش وشه في وشه. فبيقول في السماء مش هينفع تدور ظهرك لأنك كلك إيه؟ عيون. فبيقول اللي متخاصم ما يدخلش السماء. فهنا يقول لنا الحيوان الأول شبه أسد، والثاني شبه عجل، والثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. حزقيا لما شافهم شاف كل واحد له الأربع وجوه، يعني الواحد فيه شبه الأسد وشبه العجل وشبه وجه إنسان وشبه نسر طائر. ولما هنا يوحنا شافهم شاف لكل واحد وجه، لأن حزقيا لما شافه لف حواليه، لف حواليه، لكن هنا لما يوحنا شافه شافه من زاوية واحدة فرأى فيه وجه واحد. فهنا ده الفرق بين رؤية حزقيا والرؤية التانية. فهنا يقول الأربعة حيوانات دول، الأول الأسد رمز القوة، والعجل علامة الصبر، والإنسان رمز الحكمة، والنس حدة البصر والسرعة. ويكمل كلامه، والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها من داخل مملوءة عيونا، يعني العيون دي في الداخل وكمان في الخارج، وإحنا بنقولهم في القداس بجناحين يغطون وجوههم وباثنين أرجلهم ويطيرون بإثنين، وعمالين لا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. تسبحة قدوس دي تسبحة بلا توقف. إحنا ما بنقول صلوة ترنيمة نزهة، لكن تسبحة قدوس يقولوها ليل ونهار وبلا توقف. وعشان كده كنيستنا أخدتها حطتها حزيني وفريحي وبكل النغمات، وتقولها في القداسات وفي الصلوات وما بنملش منها، لأنها تسبحة السمائيين. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش. عشان كده وقت الإنجيل نلاقي رئيس الكهنة يقلع التاج بتاعه لإيماننا بحضور المسيح لقراءة الإنجيل، فعشان كده المسيح جه رئيس الكهنة يخلع تاجه. الدايرة الأولى تقول قدوس اللي هم السيرافيم أو الأربعة الحيوانات، يجي الدايرة الثانية الأربعة وعشرين قسيس يقولوا أكسيوس أكسيوس مستحق مستحق، أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. ده طبعا اللي بيتقال في السماء. الأربعة حيوانات يقولوا الصلوات، ويردد وراهم المردات الأربعة وعشرين قسيسا. منظر مفرح جدا، منظر العرش والمحيط بالعرش لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.